حرصت أكون موجود علشان أشارك في تقديم العزاء باسم كل فرد في مصر. ممثلا عن مصر قيادة وحكومة وشعبا، الجمل معزيا آل خرافي في فقيد الكويت، ومتحدثا للراي عن أرض الكنانة، الحاضر والمستقبل. قال نائب رئيس الوزراء المصري يحيى الجمل إن قدومه للمشاركة في عزاء فقيد الكويت ناصر الخرافي إنما هو حضور يمثل مصر قيادة وحكومة وشعبا، مضيفا في مقابلة مع الراي أن الراحل لم يبخل على مصر باستثماراته التي كانت ولم تزل داعما قويا لاقتصادها، معددا في هذا الإطار مآثر الفقيد، وداعيا من جهة أخرى كل مستثمر عربي إلى الاستثمار في مصر، سيما أن الحكومة عازمة على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات بكافة أشكالها. حرصت أكون موجود علشان أشارك في تقديم العزاء باسم كل فرد في مصر، لأن هذا الرجل رحمة الله عليه قدم خدمات كثيرة لمصر وعمل استثمارات في مصر وعمل فرص عمل منتجة لعديد لمئات بل آلاف من المصريين، ومصر كلها تذكره بالخير. كل استثمار جاد وبالذات الاستثمار العربي مرحب به ومطلوب، وكل المعوقات اللي أمامه سنزلها إن شاء الله، وكل الضمانات سنعطيها بإذن الله. نحن نقول أن الاستثمار في مصر في صالح المستثمر العربي وفي صالح مصر في نفس الوقت، وأنا بعتقد أن المرحوم ناصر الخرافي قدم الكثير، وده اللي خلانا نكون حريصين على أنه أجي باسم الشعب المصري أولا، مجلس الأعلى للقوات المسلحة، مجلس الوزراء، لكي أقدم عزائي لأسرة الخرافي وللشعب الكويتي كله وللأمة العربية في هذا الرجل الصالح المانح الذي بذل الكثير من الجهد لمصر والمصريين. وفي الشأن المصري الداخلي قال الجمل إن مصر لن تكون على الإطلاق دولة دينية، بل دولة مدنية ديمقراطية تسعى لتحقيق العدل الاجتماعي وتعطي الدين والقيم الدينية الأهمية القصوى. وفيما يتعلق بالأحداث الجارية في محافظة قنا بصعيد مصر ومدى التخوف من حدوث فتنة طائفية، شدد الجمل على أن ما حدث في قنا هو أمر مشجوب قامت به جيوب لا تقدر المسؤولية، وأن التصرف لا يمت إلى مصر الحقيقية بصلة. في المرحلة الانتقالية الجيش، وفي المرحلة ما بعد الانتقالية الدستور، نحن لن نكون مطلقا دولة ثقراطية، دولة دينية، نحن دولة مدنية تعطي للدين وللقيم الدينية أهميتها، لكننا نحن دولة مدنية، نحن دولة مدنية ديمقراطية تحقق أو تسعى لتحقيق العدل الاجتماعي. ليست فوضى، لكن هناك بعض الجيوب التي لا تقدر المسؤولية. أنا أعتقد أنه ما حدث في قنا، شيخ الأزهر شجبه، الإمام الدكتور أحمد الطيب شجبه، وده يعني شيخ الجامع الأزهر والإمام الأكبر، هذا تصرف غير مسؤول، هذا تصرف لا ينبئ عن وجه مصر الحضاري. مصر طول عمرها بلد يسودها التسامح، يسودها الأخوة، لا تعرف تفرقة بين مواطن ومواطن. للأسف الشديد هذه تصرفات غير مسؤولة. نشرتنا متواصلة معكم.